السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في إطار استعداد الامتحان الموحد المحلي أقترح عليكم تصحيح الامتحان الموحد المحلي رقم 2، استرداد المعارف، تمرين الأول إملاء الخانات الأفقية والعمودية بما يناسب، وذلك بعد التعرف على ما يرمز إليه كل رقم من الأرقام التالية. إذا رقم 1 عروق دموية تنقل الدم من القلب إلى الأعضاء، إذا الأمر يتعلق بالشرايين فعلا. رقم 2 سكر نباتي يكشف عنه بواسطة الماء اليودي، الأمر يتعلق في هذه الحالة بالنشا، ربما تذكرون ذلك. فيما يخص رقم 3 فاقة غذائية ناتجة عن نقص في الفيتامينات، بطبيعة الحال الأمر يتعلق بالكساح. وأخيرا رقم 4 مادة عضوية إذا هضمت هضما تاما تعطينا أحماض آمينية، في هذه الحالة الأمر يتعلق بالبروتينات. ننتقل إلى التمرين الثاني. انسب لكل تعريف المصطلح المناسب له من بين المصطلحات التالية. إذا لدينا المصطلحات ثم لدينا التعاريف. إذا البروتين يتواجد في الكريات الحمراء ويعطي اللون الأحمر للدم، الأمر يتعلق في هذه الحالة بالخضاب الدموي الهيموغلوبين. التعريف الثاني الوحدة البنيوية والوظيفية التي تتم على مستوى التبادلات الغازية التنفسية مع الدم، إذا بين الهواء السنخي والدم، إذا في هذه الحالة الأمر يتعلق بالسنخ الرئوي. التعريف الثالث أكسدة مواد القيت بوجود ثنائي الأكسجين قصد تحرير الطاقة، في هذه الحالة الأمر يتعلق بعملية التنفس. وأخيرا يلعب دور الوسيط بين الدم والخلايا، بطبيعة الحال تذكرون ذلك وهو اللف. ننتقل الآن إلى التمرين الثالث. أتمم النص التالي مستعملا المصطلحات التالية كما ربما تبين لكم ذلك. إذا عند نهاية عملية الهضم نحصل على مستوى المعي الدقيق على ما يسمى بمواد القيت فعلا، حيث تتعرض هذه الأخيرة لظاهرة، نعم ظاهرة امتصاص المعوي، لتنتقل إلى العروق الدموية واللمفاوية. يزود الدم خلايا الجسم بمواد القيت وبطبيعة الحال ثنائي الأكسجين فعلا، حيث تقوم الخلية بنعم في هذه الحالة الأمر يتعلق بعملية الأكسدة، أي تفاعل ثنائي الأكسجين مع مواد القيت خصوصا العضوية باستعمال ثنائي الأكسجين، وذلك قصد تحرير بطبيعة الحال الطاقة المخزنة على مستوى هذه المواد العضوية، نأخذ كمثال في الغالب الجليكوز. تنتقل الكاملة في مواد القيت ويكون هذا مصاحبا لطرح الخلية بطبيعة الحال في هذه الحالة ثنائي أكسيد الكربون بالإضافة إلى الفضلات بطبيعة الحال. ننتقل الآن إلى الاستدلال العلمي. التمرين الأول تناول مراهق عمره 14 سنة خلال اليوم مجموعة من الأغذية التي وفرت له كميات من الأغذية البسيطة، ويبين الجدول التالي الإمداد الطاقي والحاجيات اليومية لهذه الفئة العمرية. كما نلاحظ الأغذية البسيطة الكمية المتناولة للحاجيات اليومية ثم القيمة الطاقية لكل 1 غرام. إذن فيما يخص السؤال الأول أحسب بالكيلو جول الطاقة الإجمالية التي وفرتها الأغذية المتناولة من طرف المراهق. إذا أولا سنبحث عن كمية الطاقة التي توفرها البروتيدات. إذا لدينا 92 غرام من البروتيدات، بطبيعة الحال كل 1 غرام توفر لنا 17 كيلو جول، إذا في هذه الحالة بطبيعة الحال النتيجة 1564 كيلو جول. كمية الطاقة التي توفرها الدهنيات، لدينا أو تناول هذا المراهق 600 غرام من الدهنيات، ونعلم أن كل 1 غرام من الدهنيات توفر لنا 38 كيلو جول. إذا العملية 600 غرام في بطبيعة الحال 38 كيلو جول، هذا سيعطينا 22800 كيلو جول. فيما يخص كمية الطاقة التي توفر السكريات، إذا نفس الفكرة بطبيعة الحال، تناول المراهق 130 غرام من السكريات، وبالتالي بطبيعة الحال كمية الطاقة التي توفر السكريات في هذه الحالة لهذا المراهق 2210 كيلو جول. إذا كمية الطاقة التي توفرها الأغذية المتناولة، سنقوم بطبيعة الحال عملية الجمع في هذه الحالة، لدينا 26574 كيلو جول. السؤال رقم 2 احسب بالكيلو جول الحاجيات الطاقة أو الحاجات الطاقية الإجمالية اليومية لهذا المراهق. إذا فيما يخص بطبيعة الحال الجزء الثاني من الجدول يعطينا بطبيعة الحال الحاجيات الطاقية لمراهق في هذا لهذه الفئة العمرية. إذا كمية الطاقة التي توفرها البروتيدات في هذه الحالة الأمر يتعلق فقط ب 90 غرام، إذا بطبيعة الحال كل 1 غرام توفر لنا 17 كيلو جول، وبالتالي النتيجة 1530 كيلو جول. كمية الطاقة التي توفرها الدهنيات 400 غرام فقط في هذه الحالة، وبطبيعة الحال كما أشرت إلى ذلك كل 1 غرام من الدهنيات توفر لنا 38 كيلو جول، وبالتالي فالنتيجة 15200 كيلو جول. بالنسبة للسكريات 110 في 17 بطبيعة الحال 1810. إذا كمية الطاقة التي توفرها الأغذية بطبيعة الحال أعتذر هنا ليست المتناولة وإنما الضرورية بطبيعة الحال للمراهق في هذه الفئة العمرية، إذا المجموع بطبيعة الحال هو 18540 كيلو جول. هناك خطأ في الكتابة أعتذر. إذا السؤال رقم 3 ما رأيك حول تغذية هذا المراهق؟ إذا كما تلاحظون بطبيعة الحال يتناول أو يحصل على كمية طاقة تبلغ 26574 كيلو جول، بينما هو يحتاج فقط 18540 كيلو جول. هذا يجعلنا بطبيعة الحال نستنتج أن التغذية في هذه الحالة أكثر من الحاجيات، خصوصا بالنسبة للدهنيات والسكريات، بحيث كما نلاحظ فيما يخص الدهنيات هو يحتاج فقط إلى 15200 كيلو جول، بينما توفر له الدهنيات التي يتناولها 22800 كيلو جول. نفس بطبيعة الحال الملاحظة بالنسبة للسكريات،
بطبيعة الحال يتناول أو يحصل القيمة الطاقية التي توفرها السكريات 2210، بينما ينبغي فقط أن توفر له السكريات 1810 كيلو جول. إذا أتابع التغذية في هذه الحالة أكثر من الحاجيات، خصوصا بالنسبة للدهنيات والسكريات، مما سيعرض هذا المراهق للسمنة والأمراض المصاحبة لها، أقصد بذلك القلب والشرايين. التمرين الثاني لمعرفة مصير أحماض أمينية الناتجة عن هضم البروتيدات المتناول من طرف المراهق داخل أنبوب الهضمي، نقترح مبيان الوثيقة التالية. هذا المحور الأفقي يمثل لنا المسافة بالسنتيمتر ابتداء من كما نلاحظ بداية المعي الدقيق، ثم لدينا المحور العمودي يمثل لنا النسبة المئوية للأحماض الأمينية. السؤال رقم واحد، حدد نسبة الأحماض الأمينية في بداية المعي الدقيق. إذا بداية المعي الدقيق كما نلاحظ نسبة الأحماض الأمينية 100%، إذا في هذه الحالة 100%. بطبيعة الحال المطلوب منا كذلك أن نحدد نسبة الأحماض الأمينية على مسافة 100 سنتيمتر من بداية المعي الدقيق، إذا 100 سنتيمتر كما نلاحظ. نقوم بإسقاط عمودي بطبيعة الحال أو خط عمودي على 100 سنتيمتر، ثم إسقاط أفقي، ونقرأ بطبيعة الحال في هذه الحالة الأمر يتعلق ب 60%. المرحلة الثالثة، المطلوب منا أن نحدد كذلك نسبة الأحماض الأمينية بعد 200 سنتيمتر عن بداية المعي الدقيق، في هذه الحالة كما نلاحظ بطبيعة الحال الأمر يتعلق ب 0%، بطبيعة الحال بعد 200 سنتيمتر من بداية المعي الدقيق. السؤال رقم 2، صف تغير نسبة الأحماض الأمينية على طول المعي الدقيق. إذا كما نلاحظ هناك هذه الكمية ثابتة خلال 30 سنتيمتر الأولى تقريبا بطبيعة الحال، لكن بطبيعة الحال بعد ذلك أي بعد حوالي 30 سنتيمتر نلاحظ أنها تتناقص تدريجيا لتختفي بعد حوالي 200 سنتيمتر. السؤال رقم 3، فسر النتائج المحصل عليها، سمي هذه الظاهرة. إذا فعلا على مستوى المعي الدقيق بطبيعة الحال تخضع الأحماض الأمينية بما أنها أصلا جزيئات صغيرة لظاهرة الامتصاص المعوي حيث تمر إلى الدم بطبيعة الحال. نتابع التمرين الثاني لتزويد خلايا جسم الإنسان بالجلوكوز والأكسجين يدور الدم باستمرار بفضل مراحل الدورة القلبية، وتمثل الوثيقة أسفل إحدى هذه المراحل. سمي هذه المرحلة. إذا الأمر يتعلق في هذه الحالة بمرحلة الانقباض البطيني كما نلاحظ. المطلوب في السؤال رقم 2 أن نعطي تعليلا لجوابنا. إذا كما نلاحظ هناك انقباض أو تقلص للبطينين، بالإضافة بطبيعة الحال إلى أن الصميمات الأذي البطينية مغلقة بينما الصميمات الشريانية مفتوحة، وهذا يؤكد لنا أن الأمر يتعلق بمرحلة الانقباض البطيني، حيث يضخ الدم من البطين الأيمن نحو الشريان الرئوي ومن البطين الأيسر نحو الشريان الأظهر. السؤال رقم 3، مثل بواسطة سهمين اتجاه دوران الدم على مستوى القلب، سهم أحمر الدم المحمل بأودو، سهم أزرق الدم المحمل بثنائي أكسيد الكربون. إذا فيما يخص بطبيعة الحال الدم المحمل بثنائي الأكسجين، إذا يصل إلى الأذين اليسرى عبر الأوردة الرئوية محمل بثنائي الأكسجين. بطبيعة الحال انقباض الأذين اليسرى سيضخ الدم نحو البطين الأيسر بطبيعة الحال، ثم تغلق الصميمات الأذي البطينية فينقبض البطين الأيسر ليضخ الدم بطبيعة الحال نحو الشريان الأظهر الذي ينقله لمجموع أعضاء الجسم. كما نلاحظ وضعية الصميمات الشرايين في هذه الحالة مفتوحة. أما فيما يخص بطبيعة الحال الدم المحمل بثنائي أكسيد الكربون، يصل إلى الأذين اليمنى عبر الوريدين الأجوفين العلوي والسفلي، انقباض الأذين اليمنى يضخ الدم نحو البطي الأيمن بطبيعة الحال، ثم تنغلق الصميمات الأذي البطينية بطبيعة الحال نمر إلى الانقباض البطيني بطبيعة الحال، الذي سوف في هذه الحالة يضخ الدم نحو الشريان الرئوي الذي ينقله في اتجاه الرئة. لاحظوا معي الصميمات الشريانية بطبيعة الحال مفتوحة، إذا الدم ينقل في اتجاه الرئة حيث تتم التبادلات الغازية بين الهواء السنخي والدم. في هذه الحالة يتخلص الدم من CO2 ويحمل بثنائي الأكسجين. السؤال رقم 4، استنتج دور الصميمات. إذا بطبيعة الحال كما تعرفون ذلك، أنا بطبيعة الحال متأكد من ذلك أن الصميمات تلعب دورا مهما بطبيعة الحال، بحيث هي التي تضمن دوران الدم في اتجاه واحد. دائما أذينا بطين شريان، وأعتذر وريد أذينا بطين شريان، دائما وريد أذينا بطين شريان. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.